إلى تطورات التصعيد في جنوب لبنان، حيث أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام أن ضربات إسرائيلية استهدفت الجنوب وأدت إلى مقتل 5 عناصر من جماعة حزب الله ومدنيين. وأفادت الوكالة بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت دراجات نارية في 3 قرى بالجنوب، هي حولة وعيت الشعب والناقورة، مبرزة أنها تسببت باندلاع حرائق في أماكن عدة بسبب استخدام تل أبيب ذخائر فسفورية. من جهته قال الجيش الإسرائيلي أنه قصف مبنى يأوي عناصر لحزب الله في منطقة يارون، فضلا عن استهدافه مقاتلي الجماعة في بلدة حولة. وأشار البيان إلى أن الأهداف التي ضربها الجيش الإسرائيلي شملت منشأة لتخزين الأسلحة في ميس الجبل وبنية تحتية عسكرية بالخيام.